كابتن اشرف، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الفيديو اللي حضرتك عملته النهارده، اولا انا سعيد اني بكلم قيمه وقامه من قامات الاعلام، و الفيديو اللي عملته النهارده الحقيقه كان قناه او موقع في الفن هم اللي كلموني الحقيقه وطلبوا الفيديو ده. قول لي ممكن الواقع افكر الناس بيها بعد اذن سيادتك كابتن. الواقع حضرتك ببساطه ان احنا كنا رايحين رحله للفنان محمد رمضان، عنده حفله في الرياض، واثناء واحنا طايرين والطياره فول اوتوماتيك بالاوتوماتيك بايلوت، متحكم في الطياره تماما، الكو بايلوت اللي جنبي على يميني استأذن يروح الحمام. نعم. فقام انا ما فيش بيني وبين الركاب فاصل، لان الطياره طياره خاصه لثمان ركاب فقط لا غير، ثمانيه فوتيه، وما فيش حاجز بيني وبين الركاب، انا بيني وبين الراكب متر ونص او مترين. بس طبعا احنا الناس اللي بتركب معانا كلها قامات كبيره، رؤساء دول ووزراء وامراء وناس اللي هم كثيرا منهم بيطلبوا ان هم ياخدوا صور تذكاريه معانا، لان احنا زي ما بقول لك احنا قاعدين، هو شايفني وانا طاير وهو قاعد ورايا. صحيح. فاحنا ادبا وتادبا مننا للناس كلها، اتفضل حضرتك عايز تاخد صوره، طبعا فور يور سيلف، حاجه ليك انت شخصيا. نعم. مش للنشر او للكلام ده. فلقيت الفنان محمد رمضان واقف جنبي بيقول لي بعد اذنك يا كابتن انا عايز اخد صوره افرجها لابني في البيت. فبصيت الكوبايلوت موجود ورا، قلت له طب اوكي اتفضل خد الصوره بتاعتك، وبس ما فيش حاجه هتلمسها هنا، ما فيش حاجه تحط ايدك عليها. ده اللي حصل بالظبط. كويس. واخد اللقطه وخرج. فوجئت بقى حضرتك ان اللقطه دي نازله فيديو باغنيه اللي هي نزلت. انا لما شفت الكلام ده انا عرفت دي فيها خراب بيوت ناس. خراب بيوت بالظبط كده، لانه القواعد يعني بتقول لا. طبعا طبعا. نعم. طبعا طبعا ممنوع. عملتها بشكل شخصي وانها مش هتنشر. لا طبعا، لان ده شكل شخصي وطياره برايفت خاصه. نعم. لناس ناس قامات كبيره. لا وحضرتك طيار قديم ففاهم الموضوع يعني يا فندم، يعني انا النهارده اكتر من 40 سنه طيران، مش وفاهم طبعا كل حاجه، وفاهم ان الخطا اللي هو طبعا اتصور. عملت ايه يا فندم لما لقيت الموضوع نشر؟ ولا حاجه يا استاذ احمد، ولا حاجه خالص، لان خلاص هم شافوا هذا، وانا تبريري ان ده دخل قعد هنا ازاي، فانا ماليش تبرير طبعا. خلاص. انا ما ابديتش اي اعتراض على قرار السيد الوزير، انا متشكر جدا جدا ليهم، وهم عملوا اللي يمليه عليهم هذا الوقت، لان الموضوع اخذ موضوع راي عام واستجوابات في مجلس الشعب، واخد بال حضرتك؟ بس الناس للاسف ما كانتش فاهمه. يعني ده طاير طياره 250 راكب، ازاي يدخل راجل؟ يا جماعه الموضوع بتاعنا مش كده، دي طياره برايفت خاصه جدا، واللي عايز يشوفها الطياره موجوده في المطار، طياره سوفرين. هل محمد رمضان قال لحضرتك ان انا هنشر الصوره؟ لا خالص خالص خالص، ولو كان قال لي كده كان نيفر ان هو يخش الكابينه. نيفر. لا في ناس اتصورت غير محمد رمضان مع حضرتك وما نشروش. لا يا فندم، اللي اتصور معايا بعد كده واخد بالك، في ناس لا يعني قبل محمد رمضان في ناس اتصوروا ولم ينشروا صورهم. بالظبط، كتير. وبالتالي عدى الموضوع عادي يعني. لا يعني اصل انا النهارده كقائد للطياره وراجل مدرس على الطراز. نعم. انا ممكن يجي لي واحد لسه النهارده اول مره يطير على الطياره. وبيقعد جنبي وهو مش عارف حاجه، وانا بعلمه وبدرس له. انا درست في كليه الطيران الجويه، انا مخرج دفعات كتيره جدا جدا، اللي منهم دلوقتي حاليا قائد القوات الجويه. فيعني انا عارف ايه الصح، وعارف انا يعني طبعًا. انا ايه اللي ممكن يحصل في الطياره، ما تغلطش الغلطه دي يعني. لا طبعا، عملتها بحسن نيه زي ما بنقول كده. بالظبط، ومش هسمح لحد انه يمد ايده على كنترول وانا قاعد على الطياره، ومحدش هيقعد على الكرسي الشمال اساسا. لان انا كرسي الشمال اللي معاه الكنترول كله. نعم. لان طيب. هو خد الصوره بتاعته عمل بيها الكلام ده. انا اللي مضايقني والله يا استاذ احمد ان هو حتى يعني ما سالش فيا بتليفون حتى، يعني ما فيش سلامتك انت فين من هذا التاريخ. حضرتك القرار كان ايه لسيادتك؟ انا القرار بالنسبه لي ايقاف نهائي عن الطياره. نهائي. وعن اي مزاوله لتمس لل يعني تمت للمهنه بصله. ده يعني ده قرار بالنسبه لحضرتك، يعني واحد بيبقى ايه حياته انتهت او تاريخه انتهى.
خلاص كده انت اتشطب عليه تماما. كان قرار مؤسف يعني، مش عايز اعمل تقييم، ولكن بحجم الصورة يعني، الصورة اتنشرت وده يبقى. لا انا بالنسبة لي طبعا اللي يعرف اللي انا بقوله لحضرتك، الناس اللي شغالين معايا في الشركة وعارفين طيارتنا وعارفين الناس اللي بتركب معانا، القرار بالنسبة لي قرار كان جامد جدا 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 جدا. لكن الأستاذ الوزير تأثيره ايه هو على سيادتك وأسرتك يا فندم؟ لا خلاص، ما فيش أي دخل داخلي الحمد لله، بس الحمد لله على كل شيء. سكت ليه يا فندم من شهر 9 للنهاردة؟ لأن هو المفروض إن هو كان هيتصل وكتب في الجرايد إنه لا، الطيار اللي ساب شغله ده أنا لازم أعوضه، أنا راجل صعيدي وما